بسم الله من الأوامر الكويسة في 2017 إن أنا لو أنا عندي أي خطين أقدر أرسم منهم سنتر لاين. يعني لو أنا قلت مثلا هرسم ريكتانجل وعايز أرسم خط في النص بينهم، هاجم قائمة أنوتيت أقول له أنا عايز أرسم سنتر لاين، بلاقي هنا سنتر لاين أقول له بين الخط دوت والخط دوت، عليه رسم الخط في النص. الخط دوت أقدر أتحكم فيه بسهولة لو أنا عايز أكبره أو أصغره، هو مرتبط بالشكل دوت، لو أنا عدلت فيه هتلاقيه هو نفسه اتعدل. تمام. طيب لو أنا عندي دايرة وعايز اجيب النقط المركز برضه نفس الامر، هقول له انا عايز سنتر مارك واروح معلم على الدايره اجيب لي المركز بتاعها بالشكل دوت.